صغير زيرون رئيس الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة. الحضور ديالنا اليوم هو كان بدعوة من الجامعة الملكية المغربية الفروسية وكذلك جمعية أسبوع الفرس. الحضور ديالنا كما شتي حضرنا بخمسين تحفة اللي جات من جميع أقاليم المملكة من طنجة للقويرة، فجميع الجمعيات حاضرين كيمثلوا هنايا تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية. وهذا المعرض هذا كما شتي راه كثير من الزوار يعني اللي خلاو الفرس وجاو كيشوفوا السيارات العتيقة باش نعزوا هذا المعرض هذا اللي هو عنده الذكرى العاشرة لميلاد هذا المعرض ديال الفرس مدينة الجديدة. كما كنشوف راه كاين واحد الإقبال كبير ديال المحبين ومتتبعي هذه الرياضة هذه عشاق هذه الرياضة. وحنا راه حنا كندخلوا يعني في واحد التورات واحد المورود الثقافي كنعطيو واحد القيمة مضافة للسياحة المغربية كندعموا يعني التراث يعني راه هذا داخل في واحد عدة مسائل في الشباب وفي الرياضة وفي الثقافة ديال وكذلك في حب الوطن. حنا اللي كان هو باش تعرف هذا يعني أن هاد الرؤساء هادو اللي معنا ديال الجمعيات كلهم والأعضاء الجامعيين فهاد الشيء هذا كيديروه من المال ديالهم الخاص. هذه الجامعة الوحيدة في المغرب اللي ما عندهاش دعم كتخدم يعني بالفلوس ديالها بالمال ديال الأعضاء الجامعيين. هاد الشيء كله باش خدمة الوطن فقط، ما كنقلبوش على شي حاجه اخرى. ما عندنا لي سبونسور لا شي حاجه، خدامين بهدف هذه المناسبه دائما. هذه المره الثالثه كنحتفلوا مع الناس ديال اسبوع الفرس، ودابا صدد تنظيم واحد التظاهره كبيره بمناسبه تعيد المسيره الخضراء اللي هو غادي يكون نهار 4 و5 و6 غتكون انطلاقه من مدينه فاس الى مدينه تونات لزياره يعني سميتو دور الشباب وكذلك زياره الخيريات يعني باش نديروا واحد الاعمال خيريه كذلك من مدينه فاس الى مدينه تونات. كما درنا الراليات الاخرين يعني اللي كان في مدينه العيون ثم الداخله، كذلك درنا الرالي ديال اكادير، دابا الرالي ديال الناظور دريوش ميدار، وكذلك الرالي الاخر اللي غنقوموا به دابا هو ديال مدينه فاس تونات. فمنذ بدايه الجامعه الملكيه حنا كنسهروا باش يكون معرض، كذلك لان راسلنا عده جهات كما راسلنا الجهات المعنيه باش نكون عندنا معرض يمكن يكون في الرباط ولا في الدار البيضاء ولا ما بين المدينتين، يكون قريب للناس باش يجي يحجوا يعني من جميع اقاليم المملكه يكون في الوسط. الجامعه راه كتسهر يعني باش يكون هذا المعارض باش الناس يشوفوا السيارات طول السنه. كما ان الجامعه الملكيه المغربيه فهي عضو في الاتحاد الدولي فكتخضع للنظام كذلك النظام الدولي، ولهذا راه حنا كنجيو باش نديروا الجولات اللي هما تابعين النظام الدولي. كنا كنقوموا بجولات داخل المدن فدابا بدي كنديروا ديرالي اليوم خارج المدن اللي كنمشيو مسافه طويله باش يتمكنوا حتى الناس اللي في القرى باش يشاهدوا هذه السيارات هذه.